بالانستغرام تقدر تسوي لايك على اي كومنت انت حابه، وتقدر تحفظ الصور عشان تشوفها بعدين متى ما انت تبي. وفي سناب شات صار في جروبات ل 16 شخص ورسائلهم تنمسح بعد 24 ساعه. وبتويتر تقدر تطلع لايف. التحدي بين الثلاثة صار نار. عندك ايفون؟ عيل نزلت اكيد لعبه سوبر ماريو رن. اذا ما نزلتها ترى هي ببلاش لغايه ثالث مرحله. بعد الثلاثه راح تضطر تشتريها ب 10 دولارات ما يعادل 3 دنانير كويتي. تدرون ان باول يوم بس نزلوها اكثر من 2,850,000 مشترك لهذه اللعبه، اكثر بثلاث مرات من بوكيمون جو. اذا للحين ما سويت ابديت حق ايفونك، دش الحين على سيتنجز واشبك واي فاي ونزل التحديث الجديد 10.2 عشان يسرع لك جهازك ويحسن ادائه، وينزل لك ايموجي جديد مثل القلب المحتاس اللي لونه اسود والحبيب اللي قاعد يرقص بالسبعينات، ووايد اشياء ومميزات جديده تلاقونها في هذا الابديت.